فيما يخص هذا النقطتين الحليب والقمح، كل المجهودات منصبة لتكثيف الإنتاج الوطني إذن وتقليص الفاتورة. فيما يخص القمح فيه صنفين، القمح الصلب والقمح اللين. القمح الصلب ممكن جدا من 2019 أو 2020 ممكن يكون امبتي غليسمون، نقدرون يعني في ظرف سنوات نتخلصوا من استيراد هذه المادة. بالنسبة للقمح اللين الإشكالية ما زالت موجودة، ورانا دخلنا في إطار الاستثمارات الكبيرة في توجيه المستثمرين في تكثيف هذه المادة، وخاصة في المناطق تاع الهضاب العليا والمناطق الصحراوية. الهدف هو تقليص الكميات اللي يتم استيرادها. بالنسبة للحليب نفس الشيء، إذا كل المستثمرات الكبيرة اللي داخلة في إطار السياسة الجديدة تاع تكثيف الإنتاج، واللي تخلي الفلاحة تكون محور في إطار تنويع الاقتصاد، يدخل في إطار تشجيع الإنتاج في هذه المادة استراتيجية وهي مادة الحليب كذلك. ومادة الحليب ترتكز بالأساس على الأعلاف، إذا لابد أن يكون فيه تطوير الأعلاف لكي نكثف الإنتاج تاعنا ونقلص من فاتورة الإنتاج. بالنسبة ل 2017 موش ممكن اليوم، رانا في بداية السنة، نمد بعض الأرقام، لأن تعرفوا أن السنة إذا كان كمت بهذه الطريقة يعني وتكمل الأمطار حتى لشهر أبريل، نقدروا نتفائلوا خير إن شاء الله بالنسبة للإنتاج الوطني. في حالة ما توقع لنا بعض الحوادث المناخية كما صارت العام اللي فات، ممكن يكون انعكاس على الإنتاج، وبالتالي الأفضل هو أن بنادم يتحفظ فيما يخص الأرقام. ما زلنا في شهر جانفي، منا لشهر أبريل نقدروا نتكلموا على الإنتاج الوطني بالنسبة للحبوب أو بالنسبة للحليب فيما يخص السنة القادمة إن شاء الله. الاستصلاح الأراضي فيه مستثمرين، لأن المجال مفتوح للاستصلاح في الهضاب العليا وفي الصحراء، فيه عدة طلبات. نزيد نأكد لأنني كنت تكلمت على الموضوع هذا، أن فيه لجنة على مستوى مركزي لتدرس الطلبات، وهذه اللجنة هذه يعني ملزمة بتأطير الطلبات، لأن بعض الطلبات هي يعني تقريبا شكلية، يعني كاين الناس عندهم رغبة باش يستثمروا في الفلاحة لكن مش داخلين تقنيا، مش داخلين يعني بقوة. وبالتالي حنا تكلمنا مع أعضاء اللجنة، قلنا لهم لازمكم تشجعوا هذا الناس هذو، ولو الملف ما تكونش فيه شروط لازمة، عيطوا لهذا الناس وكلموهم وأطروهم وحطوهم بين يدين مكاتب الدراسات اللي عندها الاختصاص في تكوين هذا النوع من اللفات، لأن يهمنا أن الاستثمار يمشي بقوة في هذا المجال، في هذه المناطق تاع الهضاب العليا والصحراء، سواء مستثمرين جزائريين أو مستثمرين أجانب في إطار القوانين الجزائرية. شكرا. شكرا. كاين إجراء بالنسبة ل 2017 باش نحافظوا على 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 القدرة، قدرة التدخل تاع الصيادين وتاع الفلاحين، والزيادات اللي مست الوقود ما تمسش الفلاحين والصيادين. شكرا. شكرا.